أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الوسائر: طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء. ونطالع في المدى: ناشطون يدعون إلى المضي قدما بإجراءات إقالة محافظ ذقار. نقرأ في كتابات: مظاهرات غاضبة في العراق رفضا لارتباك الحكومة وغياب الخدمات. ونطالع في القدس العربية: البيت الأبيض، ترامب يعين مارك أسبر وزيرا للدفاع. ونتصفح في الزمان: عبد المهدي يوجه بمنع أي نشاطات مسلحة بدون إذن حكومي. جاء في العربي الجديد: معارك الشمال السوري، الفصائل تحبط الاستراتيجية الروسية. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية: واشنطن تعدل استراتيجيتها في اليمن للضغط على إيران. أهلا بكم. يبدو المشهد شديد التناقض وموغلا في السخرية. جهات مسلحة تطلق صواريخ باتجاه شركات النفط في البصرة، في الوقت نفسه تقوم الأجهزة الأمنية في البصرة نفسها بإعادة اعتقال الضابط. صاحب الفيديو الخاص باعتقال رجل دين إيراني، وفي صفحات السخرية العراقية يمتد حبل المفاجأة ليخبرنا أصحاب الأخبار العاجلة أن هناك قرارا بإعادة عدد كبير من الضباط الكبار إلى الخدمة مع تعويضهم. تخيل، قادة يتسببون بضياع مدن ويدانون ويتهمون بالتقصير في نفس الوقت، ثم تصدر الأوامر بعد سنوات بإعادتهم إلى الخدمة مع منحهم جميع الامتيازات، ليقدم لنا مسؤولون قرارات مضحكة لا تفرق بين هيبة الدولة التي تتجول منصات الصواريخ فيها علانية تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، وبين احترام دماء للضحايا قتلوا وشردوا بسبب إهمال أمني حصل هناك. عن الفوضى الأمنية في العراق كتب علي حسين في صحيفة المدى: إن هيبة الدولة التي يصرخ بها البعض من السياسيين ليست جملا نتشدق بها، بل قرارات يصنعها مسؤولون يستجيبون لحقوق الناس ومطالبهم. ويخطئ من يتصور أن هيبة الدولة يمكن أن تتحقق دون مراعاة لهيبة القانون وقدسيته، والانتصار لكرامة الوطن، والقصاص لكل من ينفذ سياسات دول أجنبية على أرض العراق. اليوم حين يريد البعض أن يحول الوطن إلى رهينة لصواريخه ويصبح أمن الوطن على المحك، فإننا نطرد من عقولنا قانون الغاب ونصر على قانون البشر، ولا ننصت علانية وفي السر نفرح ونسعد ونصفق لصواريخ تطلقها جماعات مسلحة. يأتي إطلاق الصواريخ في الموصل والبصرة بعد ساعات من بيان رئيس الوزراء الذي حذر فيه الجماعات المسلحة في تحدي مباشر للدولة التي لا نعرف حتى اللحظة لماذا لا تعلن أسماء هذه الجماعات والجهات التي ترتبط بها، والتي يتبين كل يوم أنها لا تريد نهاية أو خاتمة للخراب الذي يحيط بالعراقيين من كل جانب. اليوم بدلاً من أن يطالب مجلس النواب بإجابات شافية على سؤال محير: كيف استطاعت هذه الصواريخ أن تنتقل من البصرة ومدن أخرى بكل خفة ورشاقة والطريق مزروعة بمئات السيطرات؟ نراهم يهرولون صوب الفضائيات، يطلقون خطابات تطغى عليها لغة المنافع، ويسخر أصحابها أنفسهم للدفاع عن الخراب، مدعين أنهم بذلك ينقذون العراق. كاتب يقول: هل تريدون أخبارا جديدة؟ رئيس كتلة سائرون حسن العقول يخبرنا مشكورا أنه صوت على قرار النواب الذين أبعدوا وكان لا يعلم بالمخصصات، فيما يخبرنا النائب صباح الساعدي رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية أن التصويت على اعتبار النائب المستبدل نائبا سابقا هو رأي قانوني بحت. فلماذا أيها المواطن العاق تحشر أنفك في قضية قانونية لا تفقه فيها شيئا؟ سؤال وجيه. ويا شيخ صباح، ماذا عن الصواريخ؟ يتساءل الكاتب.
عندما يتحدد مصير العراق بحل ميليشياته من عدمه، تكون الرئاسات الثلاث والأحزاب والمرجعية المذهبية على محك مسؤولياتها بإنقاذ العراق من الفك المفترس لولاية الفقيه. مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية قال فيه: فبعد تجارب السنوات الماضية وتحديداً منذ عام 2011 بعد انسحاب القوات الأمريكية، استفردت الميليشيات بالعراقيين وجربت فيهم كل نوازع مشروع الفتنة والتهجير وإهانة وتسقيط مفاهيم السلم الأهلي، وتجرأت على حرماتهم واستقرارهم ودمائهم كذلك بترويج شعارات الطائفية ورايات انتقامهم. العراق الذي تجتاحه الحرائق الإيرانية يراد له أن يكون خط الدفاع الأول في الصراع مع الولايات المتحدة، حيث أعلنت الميليشيات عن ولائها المطلق لولاية الفقيه على حساب العراق، عندما لم تلتفت إلى التحذيرات الأمريكية التي حملها مايك بومبيو بعدم السماح للأذرع الإيرانية بتجاوز الخط الأحمر للمصالح الأمريكية رغم التعهدات الحكومية، وأيضا زعماء الميليشيات بعدم استخدام العراق منصة لإيران. تم خرق التطمينات بصواريخ طالت بداية السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وبما حصل من تداعيات ومواقف وتشتيت إعلامي حول التغطية على إطلاق صاروخ الكاتيوشا بنظرية الطرف الثالث التي سرعان ما أخفقت في تغطية صواريخ الميليشيات على الشركات في حقول نفط البرجسية أو الرميلة في البصرة، وقرار الشركات الكبرى إجلاء كبار موظفيها بعد أيام من إعادتهم بتأكيدات الحماية الزائفة، عدا عن الصواريخ التي انهالت على قاعدة التاجي وقاعدة بلد ومقر القصور الرئاسية في الموصل. الكاتب يقول: ميليشيات الحشد الشعبي رغم أنها مدعومة بقانون من برلمان العراق وبخضوعها لصلاحيات رئيس الوزراء وبما تحظى به من سند فتوى المرجعية المذهبية، إلا أنها تحولت إلى رهان وجودي إما على مستقبل العراق والعراقيين، وإما على عراق تطحنه الصراعات والإملاءات الخارجية لطموحات ولاية الفقيه أو مصالح نفوذ الدول الكبرى. جاء في الزمان: يبدو أن الرسالة الأمريكية الأخيرة للرئاسة العراقية قد وصلت بقوة بعد أن نفد صبر الإدارة الأمريكية، فالجماعات المسلحة عابرة الحدود وهي ميليشيات خطيرة جدا وغير منضبطة تحاول أن تمارس بطولات منفردة ترضي بها الجمهورية الإسلامية وتكسب ودها. يبدو أيضا أن صبر العراق هو الآخر قد نفد هو الآخر، إلى أن أصدر السيد رئيس الوزراء بيانه الجامع المانع لمحاسبة أي ظهور حشدوي عسكري كما يصفه في الشارع العراقي يتصرف خارج منطق وعقلانية الدولة. لكن تظل المشكلة أكبر من إذاعة بيان من الرئيس على الملأ، وفق الكاتب كاظم المقدادي في صحيفة الزمان العراقية. لأن السؤال سوف يكون على قدرة هذا الرئيس على ضبط الأمور، ثم ما هي القوة التي سيعتمد عليها في فرض سياسة الدولة، خصوصاً وأن القائد العام للقوات المسلحة ظهر ومنذ بداياته السياسية ضعيفاً ومرتبكاً، وكان عليه أن يبدأ في حل عقدة إشكاليتين مهمتين عجز من سبقه على حلها، وهما تعيين وزيري الدفاع والداخلية وحصر السلاح بيد الدولة. أظن أن البيان الأخير للسيد رئيس الوزراء سوف لا يكون أكثر من استهلاك إعلامي لكسب الوقت ولتهدئة الرأي العام العراقي الذي بدا يتدمر من هذه الحالة المتأرجحة التي تسبب إرباكاً متزايداً للسياسات الإقليمية والدولية منذ توليه رئاسة الوزراء. لم يخطو السيد الرئيس خطوة شجاعة في تقديم الفاسدين إلى القضاء، ولم يرسل رسائل اطمئنان إلى العراقيين، تاركاً الجماعات المسلحة تصول وتجول وهي تتحكم برقاب ومصالح الناس دون ما حساب ودون رادع، مما أوحى للجميع أن الرئاسة عاجزة تماماً عن تحقيق أي فعل إيجابي باتجاه فرض القانون وإعلاء هيبة الدولة. يضيف الكاتب: في مؤتمراته الصحفية أجده وهو يتحدث للزملاء الصحفيين ضارباً كفاً بكف،
بحركات بوذية غريبة وكأنه المتحدث باسم الرئاسة وليس الرئيس نفسه. كانت العرب تتمنى على المتحدث أن يمتلك رقبة بعير لكي تخرج كلماته مدروسة محسوسة، لكن السيد الرئيس ولسوء حظه لم يمتلك مثل هذه الرقبة التي خص بها عباد الله من دهقانة العرب ومن الذين يتقنون براعة الكلام ويأتون بأحسن. تحولت قضية الرائد العراقي البطل من قسم مكافحة المخدرات في البصرة علي شياع المالكي إلى قضية رأي عام بعد أن عجزت الحكومة العراقية عن الوقوف مع رجل القانون وهي ملزمة بالدفاع عنه لأنه قام بواجبه بمهنية عالية وحرصه الوطني جعله يكشف شبكة مخدرات يديرها معمم إيراني وليس أرجنتيني ولها فروع في البصرة. وكما يبدو أن كلام رئيس اللجنة الأمنية حاكم الزاملي كان صحيحا جدا عندما صرح بأن شبكات المخدرات تشرف عليها كتل سياسية ممثلة في الحكومة والبرلمان، وهذا هو التفسير الوحيد لمعرفة التخاذل الحكومي في مكافحة تجارة المخدرات. بحسب الكاتب علي كاش في مقال نشره موقع كتاباته، أريد لهذا البطل أن يكون كبش فداء، وصارت قضيته بمثابة تحذير لكل ضابط عراقي بغض النظر عن رتبته أن يمسك رجلاً إيرانياً يتاجر بالمخدرات سواء كان معمماً أو غير معمم. لكن الأخير يعتبر خطاً أحمر لأن المرجعية الدينية ومجالس المحافظات تحتضن المعمم بغض النظر عن جريمته، فالعمامة فوق القانون والقانون العراقي تحت مداس أصحاب العمائم. هذا هو الوضع الحالي للعراق، لا تدهش. مع العمامة يمكنك أن تدخل على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكبار القضاء وتحقق طلبك بغض النظر عن مشروعيته، جميعهم يتملقون لعمامتك وطوع خدمتك. مع العمامة يمكنك أن تزور وترتشي وتسرق وتزني وتقود وتتاجر بالمخدرات وتقتل وتخطف وترتكب كل الكبائر والصغائر دون أن يلاحقك القضاء العراقي. البراءة دائما في جيبك ويمكنك أن تطالب بالتعويض، وسيقف القضاء معك في هذا الشأن مضحيا بسمعته إرضاء لعمامتك وخواتمك وسبحتك الطويلة. إنه عراق العمامة التي تتحكم في كل مقدرات العراق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. يضيف الكاتب، ومن المعروف أنه ليس من حق القنصل التدخل في الشؤون الأمنية في الدولة التي يعمل فيها، ويقتصر واجبه فقط في متابعة سير التحقيق للمتهم وزيارته بعد أخذ الموافقة من وزارة الخارجية الدائرة القنصلية مثلا، وليس أكثر من هذا. كما أن احتضان القنصل الإيراني للمجرم يسيء إلى الدبلوماسية الإيرانية، وبدلاً من غضب القنصل على الرائد العراقي الشهم يفترض أن يغضب على مواطنه المجرم، فهو يمثل كما يزعمون جمهورية إسلامية، فأين الإسلام من هذا التصرف؟ طالع في القدس العربي تبدو الأوضاع ونحن على بعد ساعات معدودة من بدء أعمال ورشة البحرين بشأن خطة أمريكية مقررة عن ما يمكن وصفه بالحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية، وكل ما نشر وأذيع عن هذه الخطة يدلل على أنها مصادرة على جهود سنوات طويلة من العمل المضني لإيجاد مخرج يزيد من ترشيد التوافق الأممي الذي انتهى إلى حل الدولتين في ظروف تخلى فيها العرب الرسميون عن خيار التحرير. ومن الممكن أن يكون حل الدولتين من وجهة نظر الكاتب حلا مرحليا أو خطوة كبرى في مسيرة الألف ميل نحو الحل الكامل الذي يتيحه اعتدال ميزان قوى مختل أصلا بين قوتين إحداهما باغية عدوانية وثانية صاحبة حق تم اغتصابه. عن ورشة البحرين وصفقة القرن كتب محمد عبد الحكم دياب في صحيفة القدس العربي.
الحل الكامل يتحقق بتفكيك القواعد والهياكل الأيديولوجية والسياسية العنصرية والقضاء على التمييز القائم على العرق والدين واللون، وهو ما أنقذ جنوب إفريقيا بزعامة نيلسون مانديلا وأنهى التمييز والتفرقة العنصرية بين غالبية السكان الأفارقة والملونين وبين المستوطنين البيض. وقد يحتاج ذلك إلى إعادة صوغ مشروع الدولة الفلسطينية على أسس جديدة ينتفي فيها التمييز والفصل العنصري وبلا تفرقة من أي نوع، وإنهاء دولة الأبارتايد ذات العنصر الواحد والمكون المختار، كي لا يقتصر الانتماء في دولة الاستيطان القائمة على المستوطنين والمحتلين اليهود فقط، ويعامل فيها السكان غير اليهود معاملة الجويم المنبوذين والأغيار مهدري الحقوق. وفي مثل هذا الواقع العنصري العفن لا ينجح حل مهما كانت القوى التي تقف وراءه ولو كانت بحجم العالم كله. ويصبح من السهل الحكم على ما يطرح جاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب وعراب ترويج الخطة المعروفة بصفقة القرن، يسهل الحكم عليه بالفشل، بجانب أن كل ما نشر وعرف عنها يؤكد أنها ليست خطة ولا تحمل مواصفات أي حل ولو جزئي أو مؤقت. يقول الكاتب: من المتوقع مع ازدياد جنون عائلة ترامب وكما أخذت على عاتقها محاربة كل البشر والدول الصديقة والمحايدة والمعادية وفرض ما تريده بقوتها وقوة الحركة الصهيونية ومؤازرة جماعات اليمين الفاشي في العالم، ومن المحتمل وصول النرجسية وجنون العظمة حد العمل على تغيير النظام الأمريكي الرئاسي إلى النظام الوراثي، ويتم تداول الحكم فيه بين آل ترامب كسلالة يؤسسها الرباعي المكون من ترامب الأب وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريت كوشنر. كادت الثورة السورية المحصورة في إدلب تحت قصف الطيران الروسي أن تتوارى في أزقة الإعلام حتى إعادة عبد الباسط الساروت الملقب بحارس الثورة السورية، توجيه الانتباه إليها في الإعلام العربي وشبكات التواصل، حيث لقد أضحى أشهر من أن يعرف. قصته هي قصة الثورة السورية منذ بدايتها الجماعية القوية وحتى نهايتها المتفرقة المهزومة، مرورا بجميع جراحاتها وآمالها وآلامها وسقطاتها حتى وانتصاراتها الصغيرة وهزيمتها المؤلمة. هذا مقال للكاتبة خديجة جعفر في صحيفة العربي الجديد. بدأت الثورة السورية كما بدأت الثورات العربية بالكلمة والتظاهرة باعتبارهما توسلا لمطالبة الأنظمة بالرحيل، وهو الفعل الذي سيضع رأس النظام في مأزق ليتنحى مرغما بإرادة المتظاهرين. هكذا بدأت الثورة السورية بنداء ارحل ارحل يا بشار، وحين ذبحهم وقتلهم وقصفهم كان خيارهم واضحا: الموت ولا المذلة. حين اندلعت الثورة كان عبد الباسط الساروت الشاب ذو 19 ربيعا طالبا وعامل حديد ولاعب كرة قدم، وستلعب كل من مهنته وهوايته دورا في رسم مساره الخاص في الثورة. أعطاه الحديد الصلابة والقوة، وأعطته كرة القدم مهارة التعامل مع الجماهير. كان واحدا من جموع المتظاهرين والثائرين، ولكنه كان متميزا عنهم في الوقت نفسه. كانت الكلمة التي تمثلت في الهتاف والأنشودة تجعل المتظاهرين يرقصون منتشين. ربما كانت رقصتهم هي رقصة الابتهاج بالولادة الجديدة، فالثورة ميلاد جديد تحكي قصة الساروت، قصة البداية الحقيقية. فالساروت بدأ من دون ذاكرة، هكذا يبدو، غير محمل بتاريخ الصراع الماضي، وربما لم يحتشد ذهنه بالأحداث الأليمة لثورة الثمانينات قبل انفجار ثورة 2011. كان الساروت كما يصف الكاتب قادرا على عيش اللحظة الحاضرة وعلى استقبال ما تلقيه الحياة إليه من أحداث ضخمة ومفاجآت، لم يلتفت إطلاقا إلى الماضي أو المستقبل، بل عاش هذه الأحداث وجابهها مجابهة البطل والأبطال كما لو كانت في كل مرة تعطيه فرصة الشهادة،
مصدر جماهيرية الساروت أنها تمثل يعني حقيقة وحقيقة صادقة للثورة عن مبدئها وجماعيتها وتفرقها وصدقها وانتصاراتها وانهزاماتها. كانت للساروت جماهيرية كبيرة لأن أعماله كانت مسبوقة دائما ومصعوبة بالكلام والخطاب، وللكلام كما تعلمون قوته وهو في حد ذاته فعل. نقل نشطاء قصة أثارت الدهشة لدى الكثيرين، نشرتها صحيفة ستار التركية. تحدثت عن إنقاذ طبيب لإصبع والده من البتر. وقال تقرير الصحيفة أن حسين البالغ من العمر 60 عاما تضرر إصبع يده اليسرى بصورة كبيرة جدا عند محاولته إصلاح محرك سيارته بمدينة أسكيشهير، ما ترتب عليه نقله إلى المستشفى واتخاذ قرار من الطبيب المعالج بضرورة بتره. لكن ولده أحمد الذي درس الطب وتخصص بجراحة العظام والأعصاب رفض التشخيص وقرر معالجة والده لتجنب بتر إصبعه، وهو ما نجح به بالفعل. وقال التقرير أن أحمد قام بإجراء العملية لوالده بمدينة إزمير، حيث استمرت العملية لثلاث ساعات متواصلة تكللت بالنجاح. وشرح أحمد كيف كان والده يجمع الورق والصناديق من الشوارع وحاويات القمامة لتأمين دراسته للطب، وقال: لقد جمع أبي الورق لسنوات بيده لجعلي أقرأ، وها أنا ذا تعلمت وحافظت عليه وحافظت على إصبعه الذي كان له فضل علي في ماضي الأيام. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.